أين بقية الله؟ أين بقية الله؟ أين جامع الكلمة على التقوى؟ أين المؤلف شمل الصلاح والرضا؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. زيارات أئمة أهل البيت عليهم السلام، التعبير السلام عليك السلام عليكم، ما معنى هذا السلام المتوجه إليهم؟ طبعا هناك معاني من المعاني أنك تطلب من الله عز وجل أن يسلم، أن يبارك عليهم. الآن رب العالمين كيف يبارك؟ الأمر إليه. إذن أنت عندما تقول صلوات الله وصلوات ملائكته تطلب من الله عز وجل أن يوجه السلام إلى هذه الذوات الطاهرة المباركة، ومنه ما نقرأه في زيارة آل ياسين، مقدمة صغيرة لأن نتناول بعض الفقرات من هذه الزيارة. المؤمن طوال الأسبوع له وقفة مهدوية، الآن في دعاء القنوت يلهج بدعاء الفرج مثلا جيد، ولكن أن يأخذ زاوية في المنزل في المسجد ويسلم عليه. أحدنا يسافر إلى دولة بعيدة تاركا أهله وعياله، بين وقت وآخر يشتد شوقه، يتصل يتكلم معهم طويلا. المؤمن في قلبه هذا الشوق لأوليائه بما لا يقاس بالأهل والعيال. إذن بين وقت وآخر اجعل لنفسك هذه الوقفة، طبعا وقفة شعورية، وإلا أن تقرأ الألفاظ بمثابة إنسان كتب متنا إلى زوجته، متن في جيبه، كلما اشتاق إليها قرأ الورقة هذه، تقول يا فلان ما لك تقرأ على ورقة كلاما متكررا، أين عواطفك؟ وأنتم تعرفون المرأة تشخص العواطف الصادقة من غير الصادقة. إذن أن تقرأ متنا متكررا على ورقة وأنت لا تتفاعل، ليست هذه هي الزيارة النموذجية. ثم تقول في الزيارة، لاحظوا إخواني في دعاء الندبة، في أوائل دعاء الندبة، بحث عقائدي، اتفاقا أبحاث الإمامة مطروحة في دعاء الندبة، إشارة إلى حديث الغدير، إشارة إلى الناكثين، إلى القاسطين، إلى آخره. يعني في دعاء الندبة تأخذ جولة سريعة في أصول العقيدة ومنها الإمامة. في زيارتك لإمام زمانك بزيارة آل ياسين، هذه الزيارة المعروفة، تشير إلى آية التطهير، نحن إنما اتخذناهم أئمة قدوة لأن الله عز وجل أذهب عنهم الرجس. في نقاشاتك مع الآخرين ركز على
هاتين المسألتين أو المسائل الثلاث، التطهير مختص بهم، من هم أهل البيت الذين طهروا، راجع المصادر الروائية عند الفريقين. ركز على حديث الاثني عشر، من هم هؤلاء؟ البعض يعود إلى الرابع والخامس ثم يتوقف، وهذه السلسلة الناصعة الواضحة. البعض يقول يأتون في آخر الزمان لاحقا، وهؤلاء الأئمة الاثني عشر سيرتهم مدونة، أسماؤهم معروفة. الإمام اتفاقا أئمتنا في كل عصر يشهد لهم بالفضيلة، هذا كلام الجاحظ عن الإمام وغيرهم. أئمتنا في كل عصر هم العلم. انظر إلى تأريخ طوس عندما ذهب الرضا عليه السلام، من كان يقف أمامه في أرض طوس؟ هو العلم المأمون بحسب الظاهر يفتخر به. إذن القضية الأئمة الاثني عشر، ثم حديث الغدير. أنا قلت للإخوان لو جاء خبران ثلاث من وكالات الأنباء الأجنبية التي لا نعتقد بنزاهتهم بعدالتهم، تقول مجموع الوكالات لا تكذب، 20 وكالة نقلوا خبرا واحدا. رحم الله الأميني في موسوعة أكثر من 10 مجلدات يريد أن يقول وقعت هذه الواقعة، واقعة الغدير، ألا يكفي؟ إذن الغدير الاثني عشر، نعم آية التطهير، وكل له موسوعاته. رحم الله صاحب كتاب عبقات الأنوار، نعم جعل لكل حديث فصلا كتابا بعض هذه الأحاديث. المهم في زيارتنا للإمام نشير إلى هذا المبدأ العقائدي أيضا. المهم تمزج العقيدة بالعاطفة، ثم تقول اللهم انصره وانتصر به لدينك، وانصر به أولياءك وأولياءه وشيعته وأنصاره، من حيث لا تشعر دعوت لنفسك. إن كنت من شيعته وأنصاره، هذا الدعاء يشملك في زمان الغيب. إخواني كن ممن يحمل هم الدين وشريعة سيد المرسلين، ونشر المبادئ التي دعا إليها أهل البيت عليهم السلام. اتفاقا من باب المناسبة أقول اليوم صادفت أحدهم هاجر من وطنه وترك دياره إلى بلدة في أقصى بلاد العالم. إنسان تغرب عن وطنه، لا مأوى له، لا مصدر للرزق. قلت له يا فلان ماذا تصنع في تلك البلاد البعيدة؟ اللغة غير لغتك، غير لغتك، ديانتهم غير ديانتك، بيئتهم غير بيئتك. قال لي يا فلان أريد أن أرفع كلمة أهل البيت في تلك الديار. أمواله، عمره، ثم قال لي كلمة أعجبت به، قال أنا ملئي نشاط وثقة وطموح، لا أكل ولا أتعب، ورأيته صائما طوال سنته ما عدا الأعياد. يقول هذا الصوم أيضا كأنه يعينه على مهمته. إنسان خرج من بيئة مترفة، ترك وطنه وذهب إلى أقصى بلاد العالم، يقول هدفي، معنى كلامه، أن أنصر إمام زماني، هذا الصادق في دعوة. واتفاقا فتحت له الأبواب من حيث لا يحتسب. هكذا انصر به أولياءك وأولياءه. ثم في آخر الدعاء تقول اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله.
الإمام لا يحتاج إلى دعائك، هو محفوظ بحفظ الله عز وجل، الملائكة تحرسه، رب العالمين يحرسه، ولكن حركة عاطفية أن تطلب من الله عز وجل أن يقي إمامك من كل سوء، لو أن هذا الدعاء بلغه وسيبلغه ورآك في زاوية وتدعو لحفظه. الإمام ألا يرد لك الجميل؟ يقول اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه، ودعا لي وأنا يا رب أدعو له. أين دعاء إمامنا لنا وأين دعاءنا لإمام زماننا؟ إذن ملخص الكلام إخواني، اجعل لنفسك هذه المحطة، وخاصة عند الغافلين. يوم الجمعة اتفاقا تسافر في طائرة، من بجانبك يشرب المسكر مثلا، وأنت بيدك كتاب الدعاء وتلهج بزيارة آل ياسين، أنت بين السماء والأرض وتذكر إمام زمانك، أنت على فراش المرض تتلوى ألما، وهذه الأيام هذه الأجهزة معكم أينما تذهب، كل الأدعية بين يديك وأنت متألم تلهج بهذه الزيارة، ليلة الزفاف تلهج بهذه الزيارة. هنيئا لمن كان من الصادقين في دعوى محبتهم. إلهي بحق أوليائك وبالصالحين من عبادك اجعلنا من أنصارهم وأعوانهم كما تحب وترضى، لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.